أما بالنسبة لأخبار المحافظات، في الأسكندرية تم بدء تنفيذ أعمال ترميم الحفر والمطبات على مستوى أحياء المحافظة وفي الشوارع الرئيسية. أما في بني سويف قد تم استلام 6 أطنان من السكر والأرز من أجل توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية. كمان في كفر الشيخ تم الإعلان عن بدء التسجيل بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. أما في الشرقية فتم تحصين 1144 رأس ماشية خلال قافلة بيطرية بمنيا القمح. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الإسكندرية أعلنت المحافظة عن البدء الفوري في تنفيذ أعمال ترميم الحفر والمطبات على مستوى الأحياء بالشوارع الرئيسية والجانبية والانتهاء منها في أسرع وقت وفقاً للأولويات في استجابة سريعة لمطالب المواطنين ودى الرفع المعاناة عن المواطنين وتيسيراً للحركة المرورية. في بني سويف أكدت المحافظة استلام 6 أطنان من السكر والرز ضمن بروتوكول موقع بين وزارتي التضامن والأوقاف وبالتنسيق مع وزارة التموين لتوزيعها على الفئات والأسر الأولى بالرعاية وفق قواعد البيانات المسجلة للحالات المستحقة التي تستهدف نحو 15,000 مستفيد بمختلف مراكز ومدن المحافظة. في كفر الشيخ أعلنت المحافظة عن بدء التسجيل بالمرحلة الثالثة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء خلال شهر مارس 2024 على الموقع الرسمي للمبادرة اللي بتعمل على تحقيق أهداف مصر في معالجة التغير المناخي وتحديات البيئة. في الأقصر أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية عن اعتماد المركز التخصصي للغسيل الكلوي ومركز الرمد التابع للهيئة بالأقصر التي تعد أولى محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، حيث تم حصولهم على درجة الاعتماد القومي المعترف بها دولياً من منظمة الإسكو العالمية. في أسيوط أكدت المحافظة تنفيذ أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالحارات والشوارع الضيقة بمركز البداري ضمن أعمال التطوير والتجميل اللي بيتم تنفيذها بمختلف المراكز والأحياء وفقاً للإمكانات المتاحة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق خطط التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030. في الشرقية أكدت مديرية الطب البيطري أنه تم تحصين 1144 رأس ماشية خلال قافلة بيطرية مجانية بقرية شلشلمون بمركز منيا القمح حفاظاً على الثروة الحيوانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة. في الفيوم شهدت مديرية التضامن الاجتماعي تركيب 827 وصلة مياه شرب نقية للأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية بقرى مركز إتصا وأبشواي بتكلفة إجمالية 4,500,000 جنيه بهدف النهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقاً من أبناء المحافظة.